السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات الموجهة لتلاميذ السنوات السادسة. درسنا اليوم فيه عودة إلى النسبة المئوية. أوضح التناسب في حساب النسبة المئوية. تعرفنا في حصة سابقة أو في حصتين سابقتين كيف نقوم بحساب النسبة المئوية انطلاقا من مقادير. في حصة اليوم سنقوم بالعكس، سنبحث عن مقادير انطلاقا من نسب. نبدأ إذن باستعراض أربع هي تقريبا في نفس السياق جاءت كلها، يعني كلها تتحدث عن نفس الوضعية، ولكن اختلفنا فقط في تقديم المعطيات. الاختلاف بين وحدة وضعية أخرى هو في المعطيات المقترحة، ولكنها قلت هي الوضعية نفسها صيغت بطرق مختلفة بتغيير معطياتها بالطبيعة، وهذا ما أعطانا أربع وضعيات مختلفة. اشترى مواطن أضعيف أولى بالطبيعة، اشترى مواطن أرضا ب 49500 دينار وقام بتسجيلها، فبلغ ثمن كلفتها بذلك 53460 دينار. أحسب النسبة المئوية لمصاريف التسجيل بالنسبة إلى ثمن الشراء، إلى ثمن شرائها. هنا عودة بالطبيعة على المفهوم السابق، يعني كيف نقوم بحساب نسبة مئوية انطلاقا من مقادير، يعني هو عبارة عن استحضار وظيفي لما سبق أن تعرفناه. الوضعية الثانية يقول اشترى مواطن أرضا وقام بتسجيلها مقابل 3960 دينار، وهو ما يمثل 8% من ثمن شرائها. أحسب ثمن شرائها وثمن كلفتها. الوضعية الثالثة اشترى مواطن أرضا وقام بتسجيلها مقابل 8% من ثمن شرائها، بلغ ثمن كلفتها بذلك 53460 دينار. أحسب ثمن شرائها. الوضعية الرابعة اشترى مواطن أرضا ب 49500 دينار وقام بتسجيلها مقابل 8% من ثمن شرائها، أحسب ثمن كلفتها. تقريبا الوضعية نفسها، ولكن فقط من وضعية إلى أخرى تتغير بعض المعطيات والمطلوب بالطبع. كما لاحظتم لونا باللون الأزرق ما سميناه الوحدة، ما اعتبرناه المقدار الأصلي. كي نقول مقدار أصلي أو وحدة نعني به المئة بالمئة. إذا سنأخذ هذه الوضعيات واحدة تلو الأخرى ونقوم بحلها حتى تتعرفوا بالطبيعة كيف نقوم بحساب المقادير انطلاقا من نسب مئوية تعود على الوضعية الأولى. إذن اشترى مواطن أرضا ب 49 دينار ألف عفوا اشترى مواطن أرضا ب 49500 دينار وقام بتسجيلها، فبلغ ثمن كلفتها بذلك 53460 دينار. أحسب النسبة المئوية لمصاريف التسجيل بالنسبة إلى ثمن شرائه، بمعنى أن 49500 دينار هذه تمثل ثمن الشراء، سنعبر عنها بنسبة 100%، يعني نسبة ثمن الشراء هي 100%. نحن مطالبون بأن نبحث عن النسبة المئوية لمصاريف التسجيل. طبعا كما ترون نحن لا نملك هذه المصاريف كقيمة كمقدار، لا نملكها. إذن هناك طريقتان للحل سنستعرضهما واحدة تلو الأخرى. نبدأ بالطريقة الأولى. في الطريقة الأولى سنبدأ أولا بحساب مصاريف التسجيل، يعني مقدار المصاريف. تعلمون أن لما نقول هناك ثمن كلفة معناه هناك مصاريف تفوق ثمن، بالطبيعة نقصد تزيد عن ثمن الشراء، يعني ثمن الشراء مع المصاريف هذه يساوي ثمن الكلفة، يعني ثمن الكلفة هو ثمن الشراء مع المصاريف. بمعنى آخر أن المصاريف تساوي ثمن الكلفة إلا ثمن الشراء. إذن فمصاريف التسجيل تساوي 53460 دينار إلا 49500 دينار يساوي 3960 دينار. استوعب أن المقادير هي نفسها وأن النسب هي نفسها، ولكن فقط نحن تناولنا الوضعية من زوايا مختلفة، يعني في كل مرة نغير المعطيات والمطلوب لتتغير شكل الوضعية، ولكن تقريبا هي القصة نفسها. إذن هذا الآن مقدار المصاريف. بالطبع في أي بحث عن نسبة مئوية أو أي مقدار ننطلق من وضع ثلاثي. كما قلت لكم أن الدرس دائما هو أوظف التناسب، يعني ينبغي علينا أن نضع وضعا ثلاثيا. ولونا بالأزرق ما سميناه المقدار الأصلي، يعني 49500 دينار هذه ستمثل بالنسبة لنا 100%. وضعنا 3960 اللي هو مقدار المصاريف والتي نبغي أن نبغي البحث عن نسبتها تحت المقدار، مقدار تحت المقدار والنسب تحت النسب. إذن انطلقنا من 49500 دينار هي 100%، لأن قلنا مصاريف التسجيل بالنسبة إلى ثمن شرائها. تلك العبارة الملونة بالأزرق تفيد أن 49500 دينار هي 100%،
كتبنا إذا 3960 تحت 9500 والطبيعة تعطينا إكس كتابة التالية 3960 ضارب 100 قسمة 49500 يساوي 8%. هذه طريقة أولى. في الطريقة الثانية لن نعتمد على حساب مصاريف التسجيل، سنكتفي بالمعطيات التي ظهرت أمامنا. بما أن 49500 هي 100%، سأبحث عن نسبة ثمن الكلفة، يعني سأبحث عن النسبة المئوية لثمن الكلفة. الطريقة الثانية إذن سنبدأ بحساب النسبة المئوية لثمن الكلفة، وسننطلق من الوضع الثلاثي نفسه. 49500 دينار هي 100%، إذن 49500 يقابلها 100%، لأن كما قلت النسب بالنسبة إلى ثمن الشراء. تلك العبارة مرة أخرى اللون الأزرق تفيد أن ثمن الشراء يمثل 100%. انطلاقا من هذه الكتابة نتوصل إلى التالي، أن النسبة المئوية لثمن الكلفة هو 53460 دينار في 100 قسمة 49500 يساوي 108%. وبالطبيعة هنا فاقت 100%، لأنه طبيعي جدا، لأن كما قلت ثمن الكلفة أكبر من ثمن الشراء. هذا الفارق، هذه الزيادة تمثل ماذا؟ أحسنتم، تمثل مصاريف التسجيل. إذن كيف أجد مصاريف التسجيل الطريقة الثانية؟ بطرح 100% من 108%. إذن 108% إلا 100% يساوي 8%. هذا هو مقدار أو النسبة، أو هذه هي النسبة المئوية لمصاريف التسجيل. وجدناها بطريقة أولى من خلال مقدار المصاريف، وجدناها في طريقة ثانية دون البحث عن مقدار المصاريف انطلاقا من النسبة المئوية لثمن الكلفة. إذن هنا قلت بحثنا عن النسبة المئوية انطلاقا من مقادير. في الوضعيات القادمة سنبحث عن مقادير انطلاقا من النسب. تفضل. الوضعية الثانية، اشترى مواطن أرضا ب 49500 دينار وقام بتسجيلها مقابل 8% من ثمن شرائها. مرة أخرى لونا هذه العبارة بالأزرق، يعني هذا أن ثمن الشراء مرة أخرى هو الذي يمثل 100%. يعني تلك العبارة التي تأتي بعد النسبة دائما هي التي تمثل المقدار الأصلي أو الوحدة اللي هي 100%. أحسب ثمن كلفته. طبعا نحن تطرقنا إلى هذا منذ قليل، قلنا أن ثمن الكلفة يساوي ثمن الشراء مع المصاريف. لكن هنا لو لاحظتم ثمن الشراء عبارة عن مقدار بالدينار، ولكن المصاريف التسجيلي كما ترون هي نسبة مئوية. وأكيد لو أردنا أن نجمع سنجد أنفسنا عاجزين عن ذلك، باعتبار أن الأول في صورة مقدار أو قيمة والثاني في صورة نسبة. لا يمكن جمع مقدار بالدينار مع نسبة مئوية. إذن فما الحل؟ أحسنت، إما أن نحول تلك النسبة إلى مقدار، أو أن نحول ذاك المقدار إلى نسبة ونتصرف بالطبع. معنى هذا أننا سنتوصل إلى طريقتين مرة أخرى. نبدأ بالطريقة الأولى، سأبحث عن مصاريف التسجيل بالدينار، وأنطلق من أن 49500 دينار اللي هو ثمن الشراء يقابله 100%. الآن 8% اللي هي تمثل المصاريف هي عبارة عن نسبة، هل نكتبها تحت 49500؟ أحسنتم، لا بالطبع، لأن ذاك يمثل مقدارا، نكتبها إذن تحت النسبة. إذن فما هو المقدار الذي يعود على هذه النسبة؟ من انطلاقا من الربع الثلاثي هذا نستنتج الكتابة التالية، 49500 دينار في 8 قسمة 100 يساوي 3960. إذن الآن ترجمنا النسبة إلى مقدار، بإمكاني بعدها أن أبحث عن ثمن الكلفة، لأن سأجمع مقادير، أملك المقدار الأول يمثل ثمن الشراء، وبحثت عن مقدار ثاني هو ثمن مقدار المصاريف. الآن بإمكاني أن أجمع 49500 دينار مع 3960 دينار يساوي 53460 دينارا. الطريقة الثانية قلت ليست مختلفة كثيرا، وإنما فقط سنبحث عن نسبة ثمن الكلفة، بمعنى بما أن عندي نسبة مصاريف سأحول أو أبحث عن النسبة المئوية لثمن الكلفة، يعني سأجعل ثمن الشراء في صورة نسبة مئوية. إذن النسبة المئوية لثمن الكلفة هي التالي، 100% ثمن الشراء مع 8% اللي هو مقدار المصاريف يساوي، أو نسبة المصاريف عفوا يساوي 108%. في كل الحالات أنني أبحث عن ثمن الكلفة سأجمع، إما أن أجمع مقادير أو أن أجمع نسب، إما مقدار ثمن الشراء مع مقدار المصاريف، أو نسبة ثمن الشراء مع نسبة مصاريف. يعني بطريقة أخرى لا يمكن الجمع بين مقدار ونسبة. إذن فالنسبة المئوية الآن لثمن الكلفة هي 108%. كيف الآن
أضع على رفلاتي نفسه الذي رأيتناه في الأعلى، أن 49500 دينار تمثلها 100%، ونسبة ثمن الكل فهي 108. إذن أكتب 108 تحت 100% لأنها نسبة تحت النسبة، تعطينا بالطبيعة الكتابة التالية: 49500 في 108 قسمة 100. بالطبيعة لا داعي لكتابة بالمئة هذه، زائد نكتب في 108 فقط، إذن يساوي 53460 دينار. هذه الوضعية الثانية. الآن الوضعية الثالثة، نفس السياق الوضعية الأولى والثانية. اشترى مواطن أرضا وقام بتسجيلها مقابل 3960 دينار، وهو ما يمثل 8% من ثمن شرائها. ديما نعود إلى أن ثمن الشراء لو أنه في الأزرق في كل الحالات اتخذناه كوحدة، لكن سنرى في وضعية أخرى أنه قد تتغير هذه الوحدة أو قد يتغير المقدار. فيما الحالة هذه الآن لا نملك ثمن الشراء نحن، ولكن نملك جزءا منه اللي هو ثمن مقدار المصاريف. مقدار المصاريف قدم لنا أولا في صورة مقدار ونسبة، مطلوب منا أن نحسب ثمن الشراء وثمن الكلفة. الآن الوضع الثلاثي لا نملك فيه المقدار الذي يعود على 100%، نملك مقدارا آخر يعود على نسبة أخرى اللي هي 8%، لأن 3960 دينار هي مقدار المصاريف، ونسبة المصاريف هي كم؟ 8%. إذن هذا المقدار الذي أمامنا يمثله تلك النسبة التي جاءت وراءه. إذن سأبدأ أولا بحساب ماذا؟ الطريقة الأولى، سأبدأ بحساب ثمن الشراء. أولا أعلم أن ثمن الشراء نسبته 100%، لأن قال لي راه نسبة مصاريف تمثل 8% من ثمن الشراء. معنى هذا أن ثمن الشراء نسبته 100%. فقط الآن ما يختلف في هذه عن السابقة أن الوضع الثلاثي لن ينطلق من المقدار الذي يعود على 100%، لأن نملك مقدارا يعود على نسبة أخرى. فضل. إذن 3960 دينار نسبتها كم؟ نسبتها 8% كما ترون، وليست 100%. أنا أريد أن أبحث عن ثمن الشراء الذي نسبته 100%، إذن كتبت 100% تحت 8%، معناها مش أي مقدار نأخذه أكتب أمامه 100%، لا، المقدار أضع أمامه في الثلاثي النسبة الموافقة له. بالطبيعة انطلاقا من هذا الوضع الثلاثي سأنتج الكتابة التالية: 3960 في 100 قسمة 8 تعطينا 45900 دينار. الآن سهل علي جدا أن أبحث عن ثمن الكل، فيكفي أن أجمع المقدارين، 45900 مع 3960 يساوي 53460 دينار. بالطريقة الثانية سنذهب إلى منحة آخر، أو سننح منحة آخر، سنبدأ بالبحث عن ثمن الكل. لذلك لا بد أن أحدد نسبة هذا الثمن، يعني ثمن الشراء نسبته واضحة. حين يقول لي 8% من ثمن الشراء يعني أنا أعرف مسبقا أن ذلك هو المقدار الأصلي، يعني ثمن الشراء هو الوحدة، هو المقدار الأصلي فهو 100%. الآن نسبة ثمن الكلفة، بما أن ثمن الكلفة دائما في أي وضع سواء من خلال نسب أو من خلال مقادير هو مجموع لثمن الشراء مع المصاريف، إذن سأجمع نسبة الشراء مع نسبة المصاريف، 100% مع 8% يساوي 108%. وسأنطلق من نفس الوضع الثلاثي الأول هو التالي، أن 3960 دينار تناسبها 8%، لأن ذاك يمثل الأول هو مقدار المصاريف والثاني هو نسبة المصاريف، إذن فتلك النسبة تمثل هذا المقدار. إذا سأكتب الآن 108 اللي تمثل ثمن الكلفة تحت 8%، تعطينا الكتابة التالية: 3960 في 108 قسمة 8 تعطينا 53460. الآن يكفي أن أطرح الطريقة الثانية، مقدار المصاريف من ثمن الكلفة لأحصل على ثمن الشراء، إذا 53460 دينار مع إلا عفوا هنا مش مع إلا أصلحوها بالطبيعة إلا 3960 يساوي 45900، لأنني حين أطرح المصاريف من ثمن الكلفة أحصل على ثمن الشراء مش بالجمع، فمعذرة مرة أخرى. الوضعية الرابعة والأخيرة، قلت نفس السياق الوضعيات كلها تحكي نفس الشيء، ولكن فقط كما قلت مرة أخرى غيرنا المعطيات والمطلوب في كل مرة. اشترى مواطن أرضا وقام بتسجيلها مقابل 8% من ثمن شرائه، فبلغ ثمن كلفتها بذلك 53460 دينار. تحسب ثمن شرائها ومعلومة تسجيلها. هناك ما ترون المقدار اللي قدمه لنا الآن ليس ثمن الشراء ولا هو المصاريف، الآن قدمنا ثمن الكلفة. بالطبيعة الحل يكمن دائما في أن هذا المقدار لا بد أن توافقه نسبة. هنا ثمن الكلفة هو 53460، هل تناسبه 8%؟
أحسنتم، لا، لأن 8% هي نسبة المصاريف، هل تناسبه 100%؟ نعم، لا كذلك، لأن ما لونه بالأزرق هو المقدار الأصلي. حين يقول لي أن نسبة مصاريف 8% من ثمن شرائها، معنى هذا أن ثمن الشراء هو الذي يمثل 100%، يعني أنا بطريقة أخرى لا أملك نسبة ثمن الكلفة مباشرة، بل سأبحث عنها بنفسي كما سبقت ورد سبق. النسبة المئوية لثمن الكلفة هي التالية: 100% اللي هو نسبة ثمن الشراء مع 8% اللي هي نسبة المصاريف يساوي 108%. إذن فالوضع الثلاثي الآن لن أكتب فيه 53460 يقابله 100% ولا 8%، لأن 53460 دينار هي مقدار ثمن الكلفة، ثمن الكلفة في صورة نسبة القناه 108. إذن الوضع الثلاثي سينطلق من التالي: 53460 دينار تناسبها 108%، يعني يقابلها 108، لأن تلك النسبة تعود على ذلك المقدار. أنا مطالب بحساب ثمن الشراء لنسبة كم؟ 100%، بالتالي سأكتب 100% تحت 108%، تعطينا بالطبيعة التالي: ثمن الشراء يساوي 53460 في 100 قسمة 108 يساوي 49500 دينار. يكفي الآن أن أطرح ثمن الشراء من ثمن الكلفة لأحصل على المصاريف: 53460 إلا 49500 يساوي 3960 دينار. الآن في الطريقة الثانية سترون أننا سننطلق من حساب ماذا؟ من حساب مقدار المصاريف. سأنطلق من نفس الوضع الثلاثي الأول. 53460 دينار نسبتها 108. بما أنني سأبحث عن مصاريف، فكم نسبة هذه المصاريف؟ نعم، نسبتها 8%. إذا أكتب 8% تحت 108%. يعني أي مقدار أريد أن أبحث عنه، أكتب نسبته تحت النسبة التي وضعتها من البداية. إذن بالطبيعة يعطينا الكتابة التالية: 53460 في 8 قسمة 108 يساوي 3960. ما علينا الآن إلا أن نطرح ذاك المقدار من ثمن الكلفة لأحصل على ثمن الشراء: 53460 إلا 3960 يساوي 49500 دينار. سنمر الآن لتطبيقات مباشرة، سنكتفي في كل مرة بطريقة واحدة، ولكن سأعطيكم ولو شفويا الطريقة الثانية إن سمح. هذه الوضعية الثانية، سنبدأ بالوضعية الأولى: لشراء كسوة منحني البائع تخفيضا نسبته 7% من ثمنها الأصلي، فلم أدفع سوى 134850 دينار، أحسب الثمن الأصلي لهذه الكسوة. الوضعية الثانية: باع تاجر بضاعة ب 1830 دينار محققا ربحا نسبته 20% من ثمن شرائها، أحسب ثمن شراء هذه البضاعة ثم مقدار ربح التاجر. نبدأ بالأولى: أنا أملك هنا 7% نسبة مئوية للتخفيض من ماذا؟ من الثمن الأصلي، بمعنى أن الثمن الأصلي كان نسبته، أحسنتم، نسبة الثمن الأصلي الذي العبارة يعني التي جاءت بعد النسبة 7% هي ثمنها الأصلي، يعني ثمنها الأصلي نسبته 100%. هل المبلغ الذي أمامي هو 134 دينار فاصل 850 يمثل ثمن الأصلي؟ لا، هذا ثمن جديد، هو ثمن ما بعد التخفيض، هو ما دفعه الشاري. الشاري لم يدفع كل ثمن لأنه تمتع بتخفيض نسبته 7%، وبالتالي فهو دفع أقل من 100%. إذن سأبحث عن هذا المقدار أولا في صورة نسبة، لأن مفتاح الحل هو أن أترجم هذا المقدار إلى نسبة مئوية، يعني سأبحث عن النسبة التي تعود على المقدار الذي أمامي، لأنه هو الذي سيساعدني على تأسيس للوضع الثلاثي. الحل بالطبيعة نسبة الثمن الجديد اللي هو 134 دينار فاصل 850، بالطبيعة 100% الثمن الأصلي إلا 7% اللي هو نسبة التخفيض يساوي 93%. إذن فال 134 دينار فاصل 850 التي دفعها الشاري ليست 7% ولا 100%، بل هي 93%. نعاود مرة أخرى، لأن 7% هي نسبة التخفيض. من ماذا أخذت هذه النسبة؟ يقول 7% من ثمنها الأصلي، هذه العبارة تحيلنا مباشرة على أن الثمن الأصلي نسبته 100%. لذلك طرحنا نسبة التخفيض من نسبة الثمن الأصلي فوجدنا نسبة الثمن الجديد أو الثمن المدفوع. الآن الوضع الثلاثي، سأكتب 134.850 هل يقابل 700؟
لا، لأن هذه نسبة التخفيض، هل تقابلها 100%؟ لا، أحسنتم، لأن هذا أو هذه نسبة الثمن الأصلي، إذا كم سيقابلها؟ أحسنتم، سيقابلها 93%. هاي. تلك هي نسبة الثمن المدفوع أو الثمن الجديد. أنا سأبحث عن الثمن الأصلي، وقلنا أن الثمن الأصلي من خلال الوضعية اكتشفنا أنه يمثل 100%، إذا سأكتب 100% تحت ال 93، يعطينا التالي بالطبيعة 134.850 في 100 قسمة 93 يساوي 145 دينار، هذا الثمن الأصلي. مقدار التخفيض بالطبيعة يكفي، لما نبحث عنه هنا يكفي، أو لم يطلب منا، مقدار التخفيض. الطريقة الثانية كان بإمكاني أن أبحث عن مقدار التخفيض، يعني نكتب 134.850 يقابلها 93%. النسبة المئوية للتخفيض كم؟ نعم 7%، نكتبها تحت 93% وتصبح العملية 134.850 في 7 قسمة 93، نجد مقدار التخفيض، أزيده إلى ما دفعه الشاري لأحصل على الثمن الأصلي، تلك هي الطريقة الثانية. الوضعية 2، باع تاجر بضاعة ب 1830 دينار محققا ربحا نسبته 20% من ثمن شرائها، أحسب ثمن شراء هذه البضاعة ثم مقدار ربح هذا التاجر. الطبيعة ال 1130 دينار التي أمامك كم نسبته حسب رأيك؟ لا، ليست 100% ولا هي 20%. أحسنتم، كم نسبتها إذا؟ هل لكم فكرة كيف نجده؟ ثمن البيع دائما سواء على مستوى النسب أو على مستوى المقادير، ثمن البيع هو ثمن الشراء مع الربح، ثمن البيع يساوي ثمن الشراء مع الربح. احنا نعرف ان نسبة الربح كم؟ 20%. وكم نسبة ثمن الشراء؟ نعم 100%، يعني يقول 20% من ثمن شرائه. متى يصبح ثمن البيع هو الوحدة؟ لو قيل لنا ان نسبة ربحه هي 20% من ثمن البيع، لو كانت هذه العبارة هي المكتوبة، يعني 20% من ثمن البيع، لاعتبرنا ان ال 1330 هي 100%، لكن لم يقل لي نسبة ربحه 20% من ثمن شرائها، معنى هذا أن ثمن الشراء يمثل 100%، بما أنني أعرف أن ثمن البيع يساوي ثمن الشراء مع الربح، فنسبة ثمن البيع هي التالية 100% مع 20% يساوي 120%، إذا ال 1830 الآن كم سيقابلها؟ ال 1830 سيقابلها بالفعل 120%، كما ترون. سأبحث أنا عن نسبة عن ثمن الشراء الذي نسبته 100%، يعطيني بالطبيعة التالي 1830 في 100 قسمة 120، 1830 في 100 قسمة 120 يساوي 1525. بالطبيعة لأبحث عن الربح سأطرح ذلك عن ثمن الشراء من ثمن البيع. شكرا لكم، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.